مخرجتنا الإماراتية الجميلة نهلة الفهد منورة الكويت. الكويت منورة بأهلها الطيبين وشكراً أخي ياسر. سمعت أن تم تكريمك في الكويت مؤخراً، ألف مبروك على إيه؟ طبعاً برنامج سوار شعيب، أشكره على هذا التكريم، كان في استفتاء لأفضل مخرج والحمد لله الجمهور اختارني. أنا ملاحظ حاجة غريبة يا نهلة، مالكيش حظ في أعمالك في رمضان، كل عمل تصوريه أن يتعرض في رمضان ما يتعرضش، إيه الحكاية؟ شوف أنا كنت أخرجت عمل مؤخرا باسم ساعة الصفر من إنتاج المنتج الكبير أستاذ باسم عبد الأمير، كان مقرر أني أنعرض في رمضان بس لظروف خارج عن إرادتنا تم تقديم العمل قبل رمضان ونعرض على شاشة OSN. والسنة اللي طافت أخرجت أول عمل درامي لي بعنوان حرب القلوب وصارت ظروف أيضا ونعرض خارج الدورة الرمضانية، بس الحمد لله أنا أقول إن خيرة. وأنا زيك بقول خيرة، بس أنت متدلعة يا نهلة، مفيش مخرجة خليجية غيرك دلوقتي ومتربعة على القمة، ما بتدوريش على المنافسة؟ لا والله بالعكس، أنا أمام مسؤولية كبيرة وإن شاء الله يا رب أني أقدم الأفضل أفضل إن شاء الله قريبا، وأنا أتمنى بالعكس أشوف مخرجات خليجيات نشطات أيضا إن شاء الله. العلاقة اللي بينك وبين بوسين الرئيسي بتحبيها لهالدرجة يعني؟ ليه يعني؟ بحبها، دي أختي وصديقتي وكل شيء. طب قولي لي بصراحة، بوسينة مزعجة؟ لا أبدا مشاغبة. ربنا يديم عليكم محبتكم لبعض ويديم صداقتكم لبعض، أنت عسل وبوسينة عسلين.